شادينا، يمكن امبارح كان في افتتاح ده لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ26، الدورة اللي بينظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية. السنة دي تحديدا في إقبال كبير واهتمام دولي بالمشاركة في فعاليات المهرجان اللي بيمثل الملتقى ده هو ملتقى سنوي بيجمع كل المهتمين بالفروسية والخيل العربي. مهرجان الشرقية للخيول هو مهرجان النهارده الدورة في 26، هو يعني يعتبر من أول المهرجانات اللي تم إعدادها لمسابقة الجمال والأدب للخيل، وأعتقد إن هو المهرجان الرسمي الوحيد في الجمهورية. يمكن في مهرجانات تانية لكن هي غير رسمية أو مش بتنظمها جهات رسمية، أعتقد هو المهرجان الرسمي الوحيد، وهو له تاريخ الناس المربيين عارفاه إن هم حريصين جدا إن هم يشتركوا معانا في مهرجان من سنة لسنة، ويمكن لما إحنا بنقرر إن إحنا ما نعملوش في سنة بيبقوا هم يعني زعلانين، بدليل إن إحنا السنة دي عندنا 96 مشترك في مسابقة الجمال. مهرجان السنة دي بصراحة حاجة مشرفة جدا من ناحية التنظيم، من ناحية كل حاجة، وأنا مبسوطة إن أنا جيت السنة دي. المهرجان السنة دي جميل جدا، يعني كل سنة بيبقى التنظيم أحسن بكتير، كل سنة بنلاقي فيه تطور سواء من أول التنظيم لغاية الأرض وطريقة الدخول والكلام ده، فبيبقى الموضوع مريح جدا، فالموضوع بيبقى أورجنايزد وبنتبسط. إحنا كل سنة إن شاء الله بنتقدم فيه وبنحاول نقرب ونعمل شغل كبير على اساس تبقى حاجه عالميه. هو بصراحه المهرجان كويس جدا جدا، وده بيدي الشرقيه قيمه وقامه وبيديها حجمها الطبيعي وسط محافظات مصر.